ميدالية أولمبية في الطريق. هذا هو العنوان الأول الذي يتبادر إلى ذهنك حينما تذكر اسم الشاب أدهم معتز، ولم لا؟ وهو أول لاعب إفريقي وعربي يحصل على ميداليتين في بطولة العالم للسلاح. حظي أدهم مؤخراً بتكريم خاص من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بمناسبة حصوله على المركز الأول على العالم لسلاح السيف طبقاً للتصنيف الدولي الذي أعلنه الاتحاد الدولي. واستعرض صبحي الخطة المستقبلية لمشاركة أدهم معتز في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 مع الدكتور عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح لإعداد برنامج زمني يؤهله للمنافسة على ميدالية أولمبية. مشوار حافل بالإنجازات للاعب الشاب يدفع من يتأمله للحلم بميدالية أولمبية، فبدايته كان ذهبية في بطولة بولندا المحلية تحت 14 عاما في عام 2016 ليحقق في العام الذي يليه الميدالية الذهبية لبطولة البحر المتوسط. ثم يشهد عام 2018 تطوراً وتفوقاً ملحوظاً لأدهم بعدما حقق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية للناشئين، ثم الميدالية الذهبية للبطولة العربية للشباب والميدالية الفضية للبطولة العربية للناشئين، علاوة على تحقيقه الميدالية البرونزية لبطولة البحر المتوسط للناشئين. استمر توهج البطل في عام 2019 حيث حقق الميدالية الفضية لبطولة البحر المتوسط شباب للفرق والميدالية البرونزية لبطولة البحر المتوسط للناشئين والميدالية الذهبية لبطولة البحر المتوسط والميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا شباب للفرق والميدالية الذهبية لبطولة الاتحاد الأوروبي ببولندا للناشئين والميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للناشئين. وفي عام 2020 حقق الميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للشباب فرد وفرق والميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للناشئين ليدخل المرحلة الأكبر عام 2021 ويحقق ذهبية بطولة العالم للشباب للفرق وبرونزية بطولة العالم في الفرد. مستقبل مشرق ينتظر أدهم معتز يدفعنا جميعا لمساندته وتشجيعه من أجل الاحتفاء به بعد العودة من أولمبياد باريس بميدالية ذهبية.